تتعرض حمص الحصار اليمني وخمسة على التوالي، تتعرض أحياء حمص القزم يجوز شياه والقصور لقصف مستمر يوميا بهجمات صواريخ وقذائف في الهواء ما يؤدي إلى دمار هائل لهذه المنطقة أساسا مدمرة، وهناك أكثر من 800 عائلة تحت الحصار، لا نستطيع إدخال أي مواد غذائية أو مواد طبية هذه المنطقة. كما تعرض مدينة الرسان كما العادة اليوم إلى قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ من كتيبة الهندسة المتواجدة بجوار هذه المنطقة، بالإضافة إلى تحليق الطيران فوق ريف حمص الشمالي بشكل عام. كما تعرضت قرية إبل الموجودة في الريف الجنوبي والتابع للريف القصير أيضا لقصف عنيف منذ الصباح، وهناك أيضا تحليق للطيران واستخدام لكافة أنواع القذائف والصواريخ على هذه القرية الصغيرة. هناك سقوط عدد من الجرحى، لا نعرف العدد الحقيقي حتى الآن الشهداء أو الجرحى نتيجة الحصار المفروض على هذه المنطقة. كما تعرض ريف حمص بشكل عام، منطقة القصير بشكل عام، لقصف وتحليق طيران استطلاع واستخدام لقذائف واستخدام لقنابل التي ان تي او البراميل، اسقاط على هذه المناطق ما يؤدي الى دمار هائل في المنازل والبيوت بشكل عام. وهناك نعم اعداد من سيد الجرحى سامر، لا ماذا عن نعرفها. الأوضاع الإنسانية في حمص؟ وهل هناك رجوع للأهالي من مناطق مجاورة لحمص وريفها إلى حمص نفسها؟ هناك في بعض مناطق في حمص الاطلاق النار فيها خفيف، لا اقول انه لا يوجد اطلاق نار، هناك بعض المناطق يوجد فيها اطلاق نار خفيف. اضطرت بعض الاهالي الى العوده الى منازلها نتيجه انه لم يعد هناك مكان في حمص او ريفها امن، حيث تعرض كل حمص وريفها الى قصف بشكل يومي، فبعض الناس اثرت ان تعود الى منازلها لان هناك قصف في اي مكان. ولكن المناطق كمناطق حمص القديمة أو جورج شياح، هذه مناطق تتعرض للقصف بشكل، حمص القديمة جورج شياح القصور، هذه المناطق تتعرض للقصف بشكل عام، لم يعد أي أحد من أهل هذه المناطق إليها. عاد بعض الناس من سكان مثلا حي درب علبي، عاد بعض الأشخاص، ولكن هذه العودة لا تعتبر عودة للأهالي، العودة كانت نتيجة أنه أي مكان يخرج هو مكان معرض للقصف. أن يموت شخص في منزله أفضل من أن يموت في مكان لا يعرفه يعني. نعم هيك سامر الحمصي بهيك مراسل أعتقد شبكة شام،